إخواني أخواتي متتبعين قناة شوف تيفي، التواجد ديالنا حاليا بمدينة مشرع بالقصيري إقليم سيدي قاسم. عندنا واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعة، مدينة مشرع بالقصيري ديال تفويت واحد البقعة أرضية للمساحة ديالها 4387 متر مربع. حاليا معنا المستشار في الاغلبيه السي عبد الله بودمام في المكتب في المجلس الجامعي ديال مدينه مشرع القصيري، سيوضح لنا ويوضح الراي العام الموضوع ديال هذه البقعه الارضيه اللي الثمن ديالها كيفوت 3000 درهم وهي تباعت ب 150 درهم للمترو، يعني ب 3000 ريال المترو. السي عبد الله بودمام اهلا بك سي ادريس، شكرا وكنحييك على الالحاح ديالك، خصوصا ان هذا الموضوع ديال الساعه في مدينه مشرع بالقصيري وفي اقليم سيدي قاسم الا ما قلناش على الصعيد الوطني. اولا سنه سعيده، الصحه والعافيه ان شاء الله، ومن خلالك كنحيي القناه شوف تيفي، وبالمناسبه كنقدم الممثلين ديالها على الصعيد الوطني تهنئة ديال رأس سنة 2023. شكرا لله. فيما يخص العقار عدد 24616 على 30 اللي هو بقعة أرضية وسط مدينة مشرع القصيري، تفوتت لواحد جوج الأشخاص من طرف المدير العام المكتب الوطني للماء والكهرباء بواحد الثمن اللي هو 150 درهم للمتر المربع، واللي هي كتبلغ المساحة ديالها 4387 متر مربع. الثمن الإجمالي؟ الثمن الإجمالي تقريبا واحد 67 مليون، في حين أن البقعة مجهزة ومحفظة. وخبراء العقار حيت الاشكال شنو هو؟ ماشي مشكل ان المكتب الوطني يفوتها، وكان بالدرجه الاولى ان تفوت من اجل المنفعه العامه، لان مدينه مشرع بالقصيري عندها مشكل ديال العقار، وما احوجها لان الدوله طبقا للماده 209 من القانون التنظيمي 113/14 اللي تيقول ان الدوله تفتح واحد المجال ديال تفويت العقار للجماعات من اجل مشاريع تنمويه. ولكن باش نجيو ونلقاو ان السيد المدير العام السي الحافظ عبد الرحمن توصل للمجلس منذ سنه 2022 بعقد بيع بين السيد المدير العام اللي هو السي عبد الرحمن الحافظي وبين السيدين سعيد أطبيب والسيد مصطفى حافظي بمبلغ 150 درهم كما قلت، انه تقريبا 67 مليون سنتيم. ولكن على حساب خبراء العقار ان هذه البقعه هذه اللي محفظه واقول مجهزه وجات في السونتر ديال بالقصيري، الثمن ديالها كيتراوح بين 5000 درهم و 6000 درهم للمتر المربع. إذن بالتالي كتلقى يعني الخبراء حدوا الثمن ديالها ما بين 5000 كمجهزه ومحفظه. خبراء العقار ماشي انا كيقول لك هذه البقعه هذه اللي جات في السونتر ديال بالقصيري وامام المحطه ديال القطار الثمن ديالها القانوني كيتراوح ما بين 5000 و 6000 درهم المتر. حنا كنلقاوها مفوته لجوج ديال الاشخاص 150 درهم، وهذا هو مربط الفرس. ثم حنا كمجلس ما فلا في المجلس السابق ما دار فيها لا مقرر ولا نقطه في جدول الاعمال، يعني حتى هذه النقطة خصها توضح لك ان كاين بعض المنابر وبعض الاخوان اللي تيقول لك ان هذا المجلس السابق هو اللي فوت كذا وكذا. لان كلشي كيطرح تساؤلات في حين انه اتحدى ايا كان
ما عمرها كانت مقرر ديال المجلس الجماعي، وما عمرها كانت نقطة جدول في أي دورة من الولاية كلها ديال المجلس الجماعي السابق. المجلس الجماعي الحالي؟ مجلس مثلا نقول لك تفوتات. شنو السبب النزول؟ هو أن هذا المجلس توصل بعقد بيع. سيتادير ولا تفويت نهائي. يعني المحضر ديال لجنة التقويم دار في 4/3/2020، ولكن المجلس العالي عاد توصل بعقد بيع بين السيد المدير العام اللي تنقول لك السي الحافظي عبد الرحمن، وبين السيدين سعيد أطبيب والسي مصطفى الحافظي، واللي هو بالمناسبة واللي خطير جدا في الموضوع هو أنه موظف في المكتب الوطني للماء والكهرباء بالرباط، يعني موظف الإدارة المركزية بجانب المدير العام. هنا إلى رجعنا للدستور خصوصا الفصل 36 تيقول لك أن القانون يجرم تنازع المصالح، وهذا هو الإشكال اللي تنناقشوا فيه واللي رسلنا فيه السيد الرئيس اللي سرنا فيه السيد الرئيس، واللي المجلس الحالي في 2 مارس خضى فيه مقرر في دورة مقرر بالأغلبية المطلقة ديال النزع الملكية من أجل المنفعة العامة. والاستفسار الأخير اللي وجهنا للسيد رئيس المجلس وجهنا لواحد المجموعة ديال النقاط، والنقطة الأولى استفسار حول مآل هذاك المقرر اللي خدا المجلس، شنو درتي فيه كرئيس؟ لأن الرئيس ديال الجماعة وأي جماعة ترابية المهام ديالو، كنقول هادشي وكنعاودو، المهام ديالو الأولى حسب القانون هو تفعيل مقررات المجلس. الرئيس الجماعي ملي كتجي شي لجنة من المجلس الجهوي للحسابات أو أي لجنة، أول سؤال كتستفسروا من أجله هو مقررات المجلس، وهذا هو الدور الرئيسي. حنا استفسرنا السيد الرئيس مؤخرا نهار 29/12/2022 صيفطنا الاستفسار، حنا تقريبا التوقيع كان تقريبا 21 مستشار أغلبية ومعارضة، كنقولوا له المقرر ديال كذا ديال النزع الملكية للمنفعة العامة شنو درتي فيه؟ طرحنا له السؤال الثاني حول المستشفى، يعني الوضعية ديال ديك البقعة واش تسوات الوضعية ديالها، لأن هي المشكل هي مربط الفرس. وزير الصحة أعلن أمام البرلمان بأن البرنامج ديال المستشفى مبرمج في 2022 باش يكون مستشفى القرب مشرف القصيري، وخرج في الجريدة الرسمية، وكاين اتفاقية شراكة بين المجلس. الإشكال شنو هو؟ هو العجز اللي كتعيشو الميزانية ديال القصيري، كتعرف واحد العجز ديال 2019 و2021 2019 و2021 ديال 852 مليون. الفلوس ديال البقعة الأرضية ديال المستشفى محطوطة، ولكن لا بيرسيبسيون تيقول لك أنا وصلت لواحد الحد وعندكم واحد العجز خصك تسوي هذا الوضع. وكان طالب الوزارة الداخلية على حسب علمي أنه وعدوا الرئيس على أساس أنه يسوي كذا، إلى حدود الساعة راه مازال ما تسواش الوضعية. مرحبا نرجع لك البقعة الأرضية. ما يروج عبر موقع أو عبر الواتساب واحد وثيقة كتبتوها أنتم واحد المجموعة ديال الأغلبية وباغين ديروا واحد وقفة احتجاجية أمام الوزارة في الرباط، شنو كتقولوا لنا هذا الموضوع هذا؟ هذا كان بلاغ أو إخبار الرأي العام، كان على إثر الطلب اللي تقدم به واحد المجموعة ديال أعضاء المجلس في الموضوع اللي كنناقشوه يوم 29 الممثلين للأغلبية المنضوية تحت لواء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الرئيس يعني طلبنا لقاء الرئيس الفريق البرلماني للحزب، وتلبى هذا اللقاء اللي غادي يكون إن شاء الله مع الأغلبية المطلقة اللي كتمثل تقريبا واحد 20 منتخب من الحزب ديال الاتحاد الاشتراكي، وغنمشيو ان شاء الله نهار 9/1
المقر ديال البرلمان للقاء الفريق الاشتراكي لمناقشه ديالو المشاكل العالقه واللي كتخبط فيها المدينه وعلى راسها هذا المشكل ديال هذه البقعه هذه. ومباشره باذن الله غيكون لقاء مع رئيس الحزب الاخ دريس الشقر، والعلم الجميع انه قررنا كاغلبيه مطلقه تنظيم وقفه احتجاجيه يوم 10/1/2023 امام وزاره التجهيز والماء الساعة 11 صباحا حول قرار حوض سبو القاضي بوقف رخص البناء بالمدينة، ثم وقفة أمام المكتب الوطني للماء والكهرباء الساعة 1 زوالا حول هذه الصفقة المشبوهة في المتمثلة في الوعاق العقاري كما سبق وشرط له 24616 على 30. وهذين إلى كان رئيس الحكومة سي اخ نوش نهار اللي خدا رئاسه الحكومه وفي اول جلسه شهريه ديالو في البرلمان قال بالحرف احنا ما مفكينش مع الضرائب. انا اليوم كنقول لسي اخ نوش كنحييك وكنتمنى تبقى في داك الشعار ديالك غرس غرس، وكنقول له اليوم احنا ما مفكينش كمجلس ما مفكينش مع ديك البقعه الارضيه، لانه تكون دازت في لي نورم، تكون داز راه كنعرفوا الطرق باش كدوز، ربما دار لانونس في شي جورنال اللي ما كيقراه حتى واحد. ما فهمتش انا علاش ما المجلس، ربما الرئيس في تاريخ 5/3 الرئيس السابق ومن باب الامانه دار فيها يعني واحد الطلب، دار فيها من اجل طلب باش يسلم ديك البقعه الارضيه للموظفين والاعمال الاعوان ديال البلديه ديال مشروع بالقصيري على اساس انهم خصوصا اللي ما عندهمش السكن. وقبل داك الشيء قبل هادشي ديال الرئيس كاين واحد المجموعه وداديه ديال المنار للسكن ديال الموظفين ديال المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتصور من 97 و98 و2001 حتى 2003 هما اللي كان الرئيس ديالها السي عبد السلام الججلتي، كانت سميتها وداد المنار ديال الموظفين ديال المكتب. كانوا كيراسل المدير العام على اساس انه يدوزها للموظفين ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء باش يستافدوا مساكن من السكن. الوقت اللي انا قلت لك نهار 5/3 الرئيس حيت المحضر ديال التفويض ديال ديك اللجنه ديال التقويم وديال كذا دار نهار 4/3، الرئيس راسل المدير العام قال له ودي هاد البقعة اللي غتفوتوا للناس وكذا تفوت من الأحسن تفوتوها للموظفين والأعوان ديال الجماعات الترابية ديال المشرع القصيري خصوصا اللي ما عندهمش السكن، وهذا قرار ما يمكنش ما يقبلوه إلا 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 جحيد. أنا تنقول لك أنه مؤخرا توصل المجلس مؤخرا توصل المجلس بعقد بيع بالمدير العام ودوك الناس، وبتاريخ 17/11/2022 رئيس المجلس الحالي وبالاستفسار ديال الاداره ديال الجماعه راسل المدير العام حول هذه الصفقه المشبوهه، وكما قلت خصوصا انها تفوتات بمبلغ 150 درهم واللي جات امام محطه ديال القطار، وكما قلنا على حسب خبراء يعني غريبه راه جات في واحد الموقع خصوصا حسب خبراء ماشي غنعاود نكرر تبين ان يعني المستفيد الثاني السي مصطفى الحفيظي موظف بالمكتب الوطني، انا الشيء اللي كيتنافى مع الفصل 66 من الدستور حول تنازل المصالح واللي كي اوتوماتيكمون كيعاقب عليها القانون. وحسب دائما الاداره ديال الجماعه الترابيه، لان هذا الموضوع هذا انا شخصيا ما استغتوش وكنت متحمس وتنقلب في دوالي بالاداره ديال هذا باش ناخذ المعلومه باش ما نكونوا نظلموا حتى واحد. وحسب احد المسؤولين في الاداره قال لي حتى من مور المراسله الرئيس اتصل هاتفيا مع مع مع, مع السيد المدير العام، وهذا الاخير وعدوا على اساس انه غيتلغى ذاك العقد. والاكثر من هذا توصل المجلس برساله من المكتب الوطني
يشير إلى أن هناك تفاوض بين المعنيين وبين الأمر لفسخ هذا العقد. ولكن من بعد ذاك الشيء كل شيء كيتفاجئ بأن التفويت ولا نهائي. وبالله عليك أن 4387 متر مربع مجهزة ومحفظة ديال كما كنقول لك على حسب خبراء العقار كيتفاوت الثمن ديالو 5000 درهم و 6000 درهم تفوت ب 150 درهم. انا راه ما عنديش اشكال ان في الدرجه الاولى المنطق ديال اي واحد المنفعه العامه خصوصا ان كما قلت في القصيري تفتقر لمشاريع تنمويه وما عندهاش العقار. وكاين رساله في هذا الشان للسيده ديال السيده الوزيره حول هذا الامر. شنو كان الجواب ديالها؟ مازال ما توصلناش في الجواب. مازال ما توصلناش في الجواب. كانت شكايه. واحد السؤال اللي مهم سي عبد الله، يعني هذا كيحير شويه العقل انكم اعضاء او مستشارين في الاغلبيه عاد تديروا وقفه احتجاجيه وعيوقف معكم رئيس مجلس الجامعه او لا يكون واقف معكم في الوقفه الى حدود الساعه ما عرفناش حيت اللي في العلم ديالنا ان في الاستفسار ديالي الشخصي انت كتعرف بعض الامور اللي ما يمكنش نقولها انا في استفسار ديال الاداره يتبين بان الرئيس متضمر ولا يجيب حتى على المكالمات الهاتفيه ومازال ما عارفش واش غيكون معنا في الوقفه ولا ما غيكونش. واليوم لقيتيني صدفه ان احنا دابا دايرين بلاغ للراي العام المحلي والوطني انه نظرا لعدم استجابه السيد الرئيس لدوك التساؤلات اللي طرحنا عليه في الاستفسار اللي وجهنا له نهار 29/1 حنا وقعنا تقريبا 21 كذا اللي ما جاوبش عليها نهائيا هو المقرر المتخذ ديال المجلس حول النزع الملكيه من اجل المنفعه العامه وجهنا له استفسار نهار 29/12/2022 حول النقطة الأولى كانت في هذه النقطة هذه ديال البقعة حيت خدينا في الدورة 2 مارس خدينا فيها حنا مقرر كمجلس ديال النزع الملكية من أجل المنفعة العامة. أنت كرئيس الدور ديالك فعلتي المقرر ما فعلتيش مازال ما جاوبناش وأنا أعتقد أنه فعلوا. ثم على إثر هذا الشيء هذا عاد خلي المشاكل العالقة واللي كتخبط فيها المدينة كاين ثلاثة الأسئلة ولا أربعة اللي وجهنا له ما كاينش استجابة. اليوم كنديروا بلاغ راه حنا بدينا في التوقيع ديالو بلاغ للراي العام المحلي والوطني على اساس ان غنقاطعوا الدوره ديال غدا ديال 3/1/2023 غنقاطعوها وغنديروا وقفه احتجاجيه غدا ان شاء الله يوم الثلاثاء 3 غنقاطعوا الدوره الاستثنائيه وغنديروا وقفه احتجاجيه امام بشويه مشرع بن قصيري على 10:30 صباحا على هاد عدم استجابة ديال الرئيس اللي ما جاوبناش حتى حنا 20 مستشار او لا 21 مستشار ما بقيتش عاقل تقريبا المهم كي 20 كي 21 حول هاد المقرر وحول هاد المشاكل هذه اللي ما جاوبناش عليها. واحد السؤال اللي كيروج بغا تعرفوا يعني الساكنة ديال الشأن المحلي ديال مشرع بن قصيري مرحبا هو ان القرارات اللي كاينة واش يعني انت توضح لنا الامر على انها كاين قرارات انفراديه في المجلس الجامعي، ما كاينش قرارات جامعيه، ما كاينش مشاوره، ما كاينش هذا، اي قرار كيتخذ قرار انفرادي. لا هو 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 التسيير الجماعي لا بدا كما كان الحال. هاد الدليل واخا تاخذ القرار انفرادي ولا ثنائي ولا ثلاثي. ها النتيجه. 21 عضو سالينا على اساس انه راه ما تقبلوا كيفاش انت رئيس تكون كاع احادي ولا تكون كذا وما تفعلش المقرر. ثم انت راك عارف انا كنت نائب الرئيس الثاني النائب الثاني للرئيس قدمت الاستقاله ديالي بقيت يعني كمستشار وقع شويه ديال التباعد باش نحكم عليك واش القرارات وهذا. قدمت الاستقاله ديالي من الرئاسه نظرا لواحد المجموعه ديال الظروف ماشي تسع المجال لهذا لان كان الموضوع ديالك الاساسي هو ديك البقعه اللي هي حديث العادي والبادي واللي هي في الحقيقه
يمكن يتسع الوقت مع المده ونوضح لك اسباب النزول ديال الاستقاله. ملي كتولي مستشار ما كتبقاش بداك الاتصال المباشر باش نقول لك السير الاحادي ولا هذا، ولكن لا اعتقد حتى ولا ما غادي نكون شي شويه جريء، حيت الواحد مني ولو يبغي يكون احادي الا كان النواب ولا كانوا الناس المستشارين في المستوى اللائق ما يخليوش يمشي في هذا الاتجاه، خصوصا في الوقت الراهي اللي كنامنوا بالديمقراطيه واللي هما منضويين تحت واحد الحزب اللي سميته الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. كاين شي اضافه سي ادريس؟ تحياتي ومره اخرى كنشكرك. مرحبا. وكنحييك، كنتمنى لك التوفيق. وكنحييك على الالحاح ديالك على التحيات. مرحبا. دائما يكون الالحاح للجميع، احنا كنلتزموا دائما بالحياد وما عندناش عدو وما عندناش حبيب، يعني ملتزمين بالحياد وغاديين الاختلاف رحمه. الانسان يكون حضاري ويكون يامن بالاختلاف ويامن بالنقاش ويامن اللي انقياس 100% هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. احنا البشر كل واحد كتبقى النسبة المئوية مختلفة. النسبة المئوية مختلفة. إذا إخواني أخواتي متتابعين قناة شوف تي في، كما أكدنا لكم التواجد ديالنا بمدينة مشتر عبد القصيري إقليم سيدي قاسم، حيانا وحياكم الله بألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.